وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. والبداية من الأهرام. الأهلي يطور فروعه الثلاثة ببروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات وزارة الدفاع. المساء، محمود الخطيب في ندوته بمعرض الكتاب: الجمهور اللاعب رقم واحد ولا بد من عودته للملاعب. الأخبار، الخطيب يطالب سعيد وفتحي بحسم موقفهما من التجديد. الوفد، رامي ربيعة يطير إلى ألمانيا 7 فبراير. المصري اليوم، حسام البدري: مباراة الإسماعيلي قوية والجهاز يرفض نغمة حسم الدوري. الوطن، إسلام محارب جاهز للمشاركة أمام الدراويش. الشروق، أيوب: درسنا الإسماعيلي جيدا والأهلي لا يتأثر بالغيابات. اليوم السابع، فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي بعد لقاء الإسماعيلي. فيتو، كريم ندفد يخوض تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة. دوت مصر، محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي. يورو سبورت عربية، ثلاث أسلحة من الأهلي لتوجيه الضربة القاضية للإسماعيلي. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.